النشاط لطلاب خدمة المجتمع عمل تطوعي بقطف الزيتون، وهذا الزيتون هو للجامعة يعني، واحنا عندنا تقريبا 22 طالب بيكون بهذا العمل. بدينا الساعة 9 وهي زي ما انتم شايفين يعني تقريبا ان شاء الله انجزنا خلينا نقول نص المحصول. طبعا هو هذا مساك يعني له علاقة بالعمل التطوعي، اول شيء بننمي روح العمل التطوعي عند الطلاب، وخلينا نقول بعطي حافز لهم في المستقبل كيف الواحد بده يبقى عنده انتماء لوطنه ولبلده ولجامعته. وهي هاي يعني فكرة مش في خضوري، يعني هاي فكرة في الجامعات كلها بتكون فيها. هذا النشاط احنا عماد التنمية وخدمة المجتمع بادرت لتنظيمه بالتعاون مع او بشراكة طلاب خدمة المجتمع. طلاب خدمة المجتمع يعني لازم يقوموا في عمل الاولى يقوموا فيه داخل الحرم الجامعي، وكانت الفكرة في انه نقطف ثمار الزيتون الخاص بأشجار الجامعة. الهدف منه غرس قواعد المسؤولية المجتمعية عند الطلاب، تقوية وتعزيز الشعور بالانتماء، وغرس روح العمل الجماعي، وهذا اللي يعني عهدناه بطلابنا وبأبناء شعبنا الفلسطيني.